السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. أثار اللاعب كارلو بوخالفا نجم نادي فرايبورغ الألماني السابق موجة غضب كبيرة ضد الاتحادية الألمانية بعدما خسروا هذه الموهبة الرائعة، لأن كارلو بوخالفا اللاعب الحالي لنادي سانت باولي في الدوري الألماني قد صرح عن قراره النهائي باللعب مع الخضر بدل ألمانيا، حيث أن اللاعب كارلو من مواليد 3 ماي عام 1999 وعمره حاليا 23 سنة فقط، وطوله 186 سنتيمترا، ومركزه داخل الملعب كمتوسط ميدان دفاعي، وتعود أصوله الجزائرية من جهة والده الجزائري، أما والدته فهي ألمانية. ويمتاز كارلو بوخالفا بالمراوغات الناجحة دائما والتوزيعات البعيدة والمليمترية، كما أنه يساعد على الدفاع بشكل مذهل. وقد صرح في إحدى مقابلاته الصحفية للمرة الثانية: أحب الجزائر كثيرا وأتمنى الحصول على فرصة معهم، كما أنني أتابع جميع مباريات الخضر وكنت سعيدا عند التتويج بكأس إفريقيا. تجدر الإشارة بأن جمال بالماضي قد تواصل معه سابقا، ولكن كارلو تعرض للإصابة، إذا نتمنى بأن يستدعي حاليا، فهو قد تطور كثيرا. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.